أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: فسرها بعضهم بأن الله تعالى ابتدأ بذكر هذه المحرمات على ما هو أقل عظمة في الإثم مما بعده، مع أنه من يشرك بالله خرج من دائرة الإسلام، ومن قال على الله بغير علم لم يخرج من دائرة الإسلام، فهل هذا التفسير صحيح؟ من هو اللي فسرها بهذا؟ نشوف التفسير، هذا يجيب لنا المصدر وكتاب اللي فيه هذا التفسير، فأنا نفحص ونشوف. لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر هذه الأشياء بالتدرج من الأدنى إلى ما هو أعلى، وأعلى الجرائم القول على الله بغير علم، والشرك من القول على الله بغير علم، الشرك هو من القول على الله بغير علم. نعم، فالقول على الله بغير علم خطير، ما هو دون الشرك بل هو أعلى من الشرك. نعم، لكن لو أن الإنسان تنبه إذا قال على الله بغير علم من باب الاجتهاد وأخطأ في ذلك فهذا يعذر إذا كان من أهل الاجتهاد، أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فإنه يأثم ولا يعذر، لا يعذر بذلك. وإذا وصل الحد إلى الشرك فإن هذا من أعظم القول على الله بغير علم. فالذي يقول للناس ما في بأس عبادة القبور والأضرحة لأنهم أولياء الله لأنهم صالحون يشفعون لكم، هذا لا شك أنه أعظم من الكفر، أعظم من الشرك، لأنه حسن الشرك للناس ودعاهم إليه. نعم.